المهندس أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط وعضو المجلس الاستشاري. صباح الخير يا أستاذ أبو العلا. صباح الخير يا سلامي، تحية ليك. اهلا بيك اهلا بيك. طبعا النهارده يعني صدر في الصحافه او نشر في الصحافه مشروع المرسوم بقانون بالتعديلات المقترحه لقانون الانتخابات الرئاسيه. المفروض ده المشروع يعرض عليكم مش كده في المجلس الاستشاري؟ مظبوط مظبوط، عندنا اجتماع يوم السبت ومناقشه المشروع يوم السبت. راي، هل حضرتك اطلعت على المشروع يا فندم؟ اطلعت عليه. رأيك في ايه في التعديلات؟ هل كان في تعديلات يجب ان تكون اكثر من ذلك؟ تعليقك على الرؤية الاولية لهذه التعديلات يا باشمهندس. هو شوف حضرتك، هو المشروع ده اعدته لجنة اعداد الدستور اللي هي لجنة الدراسة والاستشارة الكبير طارق البشري. نعم. اعدت اعداد دستورية وعدت مشروعات قوانين لكل انتخابات مجلس الشعب وشورى انتخابات رئاسية. ده مشروع معد. يعني ده المشروع المعد من وقت ما كان المستشار البشري بيقود فريق من القانونيين، مظبوط؟ ايوه هو كده بالظبط. وبالتالي هو متطابق مع النصوص الدستوريه، اتعدلت انه ايه شروط الترشيح للرئيس الجمهوريه، انه يجيب 30 عضو من البرلمان او 30,000 توقيع من المواطنين او حزب كله ولو ممثل واحد في البرلمان الى اخره. هو الجديد اللي احنا هنعمله ده لسه مش موجود في المشروع، الجدول اللي احنا اتفقنا عليه مع المجلس العسكري بتاع التوقيتات، متى يفتح عروض الترشيح ويغلق بعد قد ايه، عنقه لحد امتى، الدعايه تبقى امتى، التصويت يوم كام والقعده يوم كام. ده الجزء اللي هيتحط كمكمل للمشروع اللي وصل لنا، مش موجود فيه، ده ما كانش تم الاتفاق عليه ساعه تنسيق هذا المشروع. يعني الجداول التنفيذيه للمشروع يعني. تمام بالظبط كده، ده الجزء المهم الوقت انه يتحط فيه التوقيتات. التوقيتات، وده مهم جدا طبعا لان ده له علاقه بانتهاء الفتره الانتقاليه. هو ده بالظبط كده، هو دي ده النقطة الأساسية المحورية اللي هي نقل السلطة لرئيس منتخب، تنتهي بتسليم السلطة كما اتفقنا مع مجلس عسكري وكما صرح بذلك السيد المشير 30/6. ده أول وثيقة رسمية تثبت هذه التواريخ. بالظبط. توقعاتكم كده ليه، عايز أقول إيه، للمواعيد والتوقيتات دي تكون حوالين أنهي توقيتات يا أستاذ؟ احنا اتفقنا عليها من حيث المبدأ إنه فتح باب الترشيح 15 أبريل مدة 5 أيام لحد 20 أبريل، والتصويت اول تصويت يتم يوم 20 يونيو 20/6، ثم الاعاده 27/6. ده اللي احنا مقترحينه في الاتفاق اللي تم مع المجلس العسكري. طيب هذا المشروع بقانون لما تنتهوا من يعني النظر اليه القانونيين يقولوا كلمتهم النهائيه وانتوا في المجلس الاستشاري بتعيدوه مره اخرى بقى للمجلس العسكري، يعني ايه الخطوات التي تلي ذلك يا استاذ ابو العلا؟ احنا المجلس ده مجلس يعني استشاري في مجال السياسه، الرؤيه السياسيه والابعاد السياسيه. نعم. بعد ما ينتهي لازم يروح للمحكمه الدستوريه تراجعه، لان ده قانون من القوانين المكمله للدستور. تمام. الراي القانوني يأتي منها. لما تراجعه يروح للمجلس العسكري يصدره باصطلاحياته المنوطه ليه الان بصفته هو بيحل محل المجلس التشريعي ورئيس الجمهوريه. هو سيصدره كقانون، ده سلطه تشريعيه للمجلس الان لحين انعقاد البرلمان، وبالتالي مجرد ما ينتهي من عندنا المجلس التشريعي سيرسل بمقترحاتنا للمجلس العسكري وبدوره هو يرسله للمحكمه الدستوريه لتقول في الراي القانوني النهائي وترسله اليه مره اخرى لنظره بقانون. طيب هل في راي حضرتك يصدر مرسوم بقانون الان ولا ينتظر العرض على مجلس الشعب؟ وخصوصا ان مجلس الشعب خلاص قاب قوسين او ادنى يعني. لا احنا شايفينه احد الاتفاقات اللي تمت في الجلسه الاساسيه اللي على اساسها اتحط الجدول الزمني. اللي على اساسها تم اتفاق على المجلس الشعبي بسرعه اصدار هذا القانون لتثبيت المواعيد اللي اتفقناها. وده لن يتعارض مع مجلس الشعب، ولن يعني وكثير من القوى المستقله من الشعب حاضره في المجلس ده اللي بيصيغ مشروع القانون، ما اعتقدش هيبقى في اي اعتراضات لان ده قانون اجراءات. أنا عارفة بس حضرتك فاهم أنه من حيث المبدأ مثلا حزب الحرية والعدالة الذي انسحب من المجلس الاستشاري لأسبابه التي أعلنها حينها هيقول لا والله ده مشروع من أهم المشروعات، مشروعات القوانين، وعليه أن يعرض على الشعب أو عليه أن يعرض على مجلس الشعب على البرلمان لإقراره. فماذا تقول في ذلك؟ شوفي شوفي حضرتك، احنا منذ 11 فبراير لحد ما انعقد البرلمان صدرت قوانين كثيره دي صلاحيات حقيقيه للمجلس العسكري في هذه المرحله. طبعا. واحنا من المؤامات سرعه تثبيت المواعيد اللي اتفقنا عليها، ولذلك احنا حريصين على سرعه اصدار هذا القانون. لما يعقد البرلمان من حقه لو عايز ينظر في اي قانون يعيد النظر، لو شاف عنده مبرر او ما يدعوه لتعديل اي حاجه ده حقه. بس احنا مهمنا الان نصدر القانون لتثبيت مواعيد الانتخابات ونقل.
أستاذة أبو العيلة، هل ترى أن يعني من أن هذا القانون انتقل من التضييق الكامل على الترشح للرئاسة للتوسيع الكامل للترشح للرئاسة، يعني من الموضوع كان صعب قوي للموضوع بقى أسهل سهل قوي؟ لا هو على فكرة مش سهل قوي، ما هو 30,000 برضو ده يعني رقم، يعني بعض القانونيين يقولوا ده رقم قليل، أو 30 عضو ده برضو رقم قليل يعني. هو شوف هقول لك حاجة، هو القانون لا يعمل على التسهيل ولا على التصعيد، القانون يعمل على وضع ضوابط موضوعية. حتى لو تكون مسألة فوضى، فأنت عندك لو الأحزاب الممثلة في البرلمان من حقها ترشح. ثانياً من له توقيع 30 عضو. وال30 عضو ده ممكن يجيب مرشح واحد، لانه اغلب الاعضاء المستقلين ممكن يجمع منهم 30، لو طلعوا 30 واحد مش هيضطروا يرشحوا اكثر من واحد، والباقي كله ملتزم باحزابه اللي هي هترشح او لو ترشح. بس بالتالي هنا هيبقى الفرصه الثالثه للي ما عندوش 30 عضو ومالوش حزب ممثل في البرلمان بمقعد يروح يجيب 30,000 توقيع من المحافظات العده اللي نص عليها القانون. اعتقد ده هو دليل جديه، بدل ما يبقى عندنا 1000 مرشح يبقى عندنا 5 10 15 20، وبالتالي هنا ده دليل جديه. لا الاول كان تفصيل لعدم فتح الباب لحد، دلوقتي هتبقى بدل لو فتحت الباب بدون ضوابط هيبقى مثلا في 1000 مرشح الناس هتكون في الاختيار. شفتي حضرتك دلوقتي في مجلس الشعب الفردي في بعض الدوائر فيها 100 مرشح فردي، تثبتوه عشان تطلع اثنين منهم تختاروا. الدليل الجدي هنا بيخلي الناس عندهم قدره على انه يا اما يكون ممثل عن طريق حزب رسمي له ممثل في البرلمان، او عنده 30 عضو في البرلمان، وده مش سهل على فكره في غير الاحداث، خارج الاحداث ممكن يجيب مرشح او اثنين بالكثير يعرف يجيبوا دول، أو يجيب 30,000 عضو من المحافظات الموثقين في الشهر العقاري. طبعا على فكرة القانون بينص ان توثيقنا مجانا الشهر العقاري في الشهر العقاري. 30,000 واحد موزعين على محافظات الجمهورية، ده أيضا دليل جدية حتى يكون عدد المرشحين عدد معقول وناس لها وجود لها أرضية، مش مجرد واحد كل من طبعا أنت عارف حضرتك إنه من حق يعني الناس كده بتفكر، بس لازم يكون في جدية عشان عنده قدرة على يرشح منصب طبيعي. طيب اشتراط الحصول على المرشح للرئاسة على مؤهل متوسط على الأقل، يعني مش تفتكر ربما يكون أفضل لو كان مؤهل عالي، يعني ده في النهاية رئيس جمهورية، ولا كيف ترى ذلك؟ هي مسألة مؤامرات ما اقدرش أقول فيها يعني رأي حدي إنه لازم يكون كده أو كده. أنت عارفة إن في رئيس جمهورية كان عامل لخفة وينسى في بولندا ودولاد سيلفا في البرازيل وعملوا نجاحات مبهرة، فده حل وسطي أعتقد إنه على فكره هو ده، مش معنى ان هو معاه مؤهل متوسط لازم ينجح معاه مؤهل متوسط، لازم يكون له قبول وله شعبيه عند رؤيه سياسيه وله قبول. فانا اعتقد ده يعني حل وسطي في المؤهل، والمسائل كلها عندها اعاده نظر عند ثقه الدستور الجديد. بعد هذا المشروع او المشروع المرسوم بقانون، جدول الاعمال اللي عندكم في المجلس الاستشاري فيه ايه يا فندم؟ والله شوف حضرتك لسه ما اتفقناش عليه كله، لكن لدينا افكار كثيره واقتراحات حطت، في ناس تكلموا عن ملف الشهداء والمصابين، ناس تكلموا عن الاجور والمرتبات، ناس تكلموا عن المشكله الامنيه، ناس يعني كل القضايا الساخنه المطروحه على الراي العام. انا بقابل الناس في كل حته بتطرح لنا كل الطلبات، وده عايزين احنا يعني لما نجتمع كمجلس بانتظام نبدا نميز ما بين دورنا كمجلس استشاري في اداره سلسله انتقاليه كمعاونين للمجلس العسكري في السلطه التشريعيه والسلطه التنفيذيه، وما بين دور الحكومه في قضايا نصلح لها الحكومه ده مش مختصنا، والقضايا اللي عايزه السلطات رئيس الجمهوريه اللي هي المجلس العسكري هي اللي نحاول احنا نكون طرف فيها لنساعد او لنعاون المجلس العسكري في اداره المرحله الانتقاليه حتى 30/6 موعد تسليم السلطه رئيس. هل مدرج على اجندتكم اللجنه اشتراطات اختيارات اللجنه التاسيسيه او انتخاب اللجنه التاسيسيه للدستور؟ لا هو اللي كان مقترح قبل ان يتم تشكيل المجلس بحضور رئيس حزب الحريه والعداله، وكان موافق عليه انه يبقى في قانون خاص باجراءات اختيار الهيئه التاسيسيه وليس شروط او معايير. بمعنى ايه؟ زي ما احنا بنقول دلوقتي انتخابات رئيس الجمهوريه في نص عليها في الدستور لكن لازم يطلع لها قانون يفصلها. نفس الشيء الهيئه التاسيسيه في نص عليها في الدستور الاعلان الدستوري اللي تم الاستفتاء عليه بيقول ده مهمه اللي يختار الهيئه التاسيسيه ال 100 دول هم المجلسين. القانون لازم يطلع يقول متى يجتمع المجلسين؟ ايه النصاب بتاعهم؟ شروط المترشح ايه؟ يتم انتخاب بالشكل الفلاني، ازاي نحسب الاصوات الفائزه ال 100 دول؟ ده اسمه قانون اجراءات وليس معايير زي ما اشيع او البعض خرب معلومات وبعض الناس قال لك 60% و40%، كل ده كلام لم يحدث حول نقاش وليس من صلاحيات هذا ولكن ده مدرج اللي هي فكره قانون الاجراءات موجود في الاجنده. هو لسه ما عملناش اجنده، لكن قبل تشكيل المجلس في التحضير له في الجلسات التحضيريه طرحت هذه الفكره، كان وقت قبول من الاطراف الموجوده كلها ان ممكن نطلع قانون بالاجراء. هل في محاولات لاعاده الحريه والعداله مره اخرى الى المجلس، ولا خلاص هو موقف ثابت للحريه والعداله ومفيش كلام يعني لاعادته مره اخرى؟
لا هو في محاولات وفي رغبه حتى من داخل اعضاء المجلس كلنا بلا استثناء بان وجودهم مهم، ودي قوه مهمه وكبيره ولها تاثير في البرلمان القادم، فحضورها ومشاركتها مهم، وخاصه انه شاركوا معنا في كل خطوات تشكيل المجلس وقانونه ومهامه واعضاء المشاركين فيه، وانسحابهم كان بسبب تصريحات اللي هو مختار الملا او انه خايفين لا يحصل ان المجلس ده ياخذ صلاحيات البرلمان بعد انتخابه، فكل هذا تم الرد عليه في مكالمه من الفريق سمعناها لهم في حضورنا، وكانوا منتظرين يدرسوا الموضوع رجعوا قالوا لا، وامبارح كنت انا بوش برنامج انه حد منهم قال لي بنفكر رجع بعد البرنامج اتصل وقال لا احنا مش هنرجع، يعني الموقف بتاعهم بالنسبه لي مش واضح بشكل نهائي، لكن في حرص انه يكونوا موجودين، وما اعتقدش الباب مغلق على وجودهم، لو اصابوهم اختاروا ما اقدرش نكرهم على. اخيرا لازم اسال حضرتك على اداء الوسط في الانتخابات، كيف هو، كيف تقيمه، افضل مثلا في المرحله الثانيه عن المرحله الاولى تقييمك؟ مؤكد هو، هقول لحضرتك حاجه، احنا كنا اكثر ثقه مع نفسنا في اخطر مرحله اللي هي الجوله الاولى، كان في 10 ايام توقفنا تماما عن الدعايه وعلى الحركه احتراما للصدام اللي كان في ميدان التحرير ومشاركه الشهداء اللي سقطوا والدماء، وكان شبابنا وشاباتنا موجودين في الميدان يعني غضبا لما جرى، وبالتالي سقط منها اهم 10 ايام في المرحله الانتخابيه، لما كان صابح الانتخابات كان يوم الصمت، بالاضافه للمخالفات تجاوزت ارتكبتها الاطراف الاخرى، واحنا كنا ملتزمين ان نرتكب اي مخالفات. اعتقد احنا في المرحله الثانيه يعني نظمنا صوتنا اكثر، يعني زودنا دعايه احسن، حاولنا نتلافى القصور اللي حصلت في المرحله الاولى، اعتقد في المرحله الثانيه والثالثه باذن الله النتائج هتكون افضل من المرحله الاولى، وده طبعا بالرغم ان احنا الحزب الوحيد اللي نافس في المراكز المتقدمه، رغم ان هو ناشئ حديث امكانياته متواضعه من الناحيه الماديه، الاخرين وراهم كتل تصويتيه واموال كبيره، فاعتقد ان احنا راضيين على الاداء في المرحله الاولى رغم الملابسات دي والظروف، وان شاء الله سيتحسن الاداء في المرحله الثانيه والثالثه. نتمنى لكم كل التوفيق. أشكرك المهندس أبو العيلة ماضي رئيس حزب الوسط وعضو المجلس الاستشاري. إذن المجلس سيبحث مشروع مرسوم بقانون لتعديل عدد من مواد قانون الانتخابات الرئاسية يوم السبت المقبل في اجتماعه، ثم يعرض بعد ذلك على المحكمة الدستورية لإقراره، ثم يصدر من المجلس العسكري مرسوما بقانون، والمواعيد المقترحة فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة يوم 15 إبريل ولحد يوم 20 إبريل 4/2012، وتعقد انتخابات الرئاسة يوم 20 والإعادة يوم 27/6/2012 من العام المقبل. دي الإجراءات التي ستضاف إلى المشروع بقانون. هذا المشروع عدل بواسطة لجنة تعديل الدستور التي كان يرأسها المستشار طارق البشري، والتي قامت بتعديل بعض المواد التي وضعت في الاستفتاء والتي طرحت في الاستفتاء.